الأكثر عن المؤتمر هنعرفها من خلال زميلي محمد عصام بينضم لنا على الهواء مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة. محمد بصبح عليك ويا ريت تحطنا في التفاصيل إن شاء الله. أهلا بك يا هشام، يعني في البداية برحب بيك وكل السادة المشاهدين. إحنا دلوقتي بنتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعني زي ما أنت قلت بالتفصيل يعني منذ قليل ابتدى هذا المؤتمر، هو المؤتمر الثالث للكيانات المصريين بالخارج. طبعا عشان يعني هذا المؤتمر بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي، وده يعتبر يعني أول حضور رسمي لها لمؤتمر ولحاجة خاصة بهذه الوزارة بعد طبعا توليها هذا المنصب. بنتكلم يا هشام إنه هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث للكيانات المصرية في الخارج، يعني بيشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من ممثلي الكيانات المصرية بالخارج. زي ما انت قلت يعني نتكلم عن ممثلين عن 45 دولة، بنتكلم عن حضور كبير جدا لهذا المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر الهدف منه هو الترويج للاستثمار العقاري المصري والتواصل بشكل مباشر مع ممثلي الكيانات المصرية بالخارج والاستماع لهم ولمطالبهم. ايضا يا هشام يعني منذ قليل كان في كلمة للسفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة، وهي كلمتها يعني كانت بتوجه الشكر طبعا لوزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، ويعني كانت بتؤكد على استكمال البناء على ما تم إنجازه طبعا من جانب وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم. وكان في يعني توجيه شكر للسفيرة نبيلة مكرم وأكدت إنه هيتم البناء على كل ما تم إنجازه في هذا الملف، وهيكون في تواصل بشكل مباشر، وهيكون في يعني دايما زيارات لجميع الممثلين للكيانات المصرية بالخارج، وهيكون في استماع ليهم وتنفيذ ايضا لكل مطالبهم. بنتكلم يا هشام النهارده يعني هذا المؤتمر بيركز على ثلاث محاور، هما المحور الاقتصادي والمحور الثقافي والمحور الخدمي. المحور الاقتصادي بيتحدث عن خدمات البنوك وتوفير فرص استثماريه للمصريين بالخارج. بنتكلم ايضا عن المحور الثقافي، وهو بيتركز على يعني تنفيذ المزيد من الدورات التدريبيه في الثقافه والرياضه لأبناء الجاليات المصرية في الخارج. وأخيراً المحور الخدمي اللي بيتحدث عن توفير فرص تأمينية لجميع ممثلي الكيانات المصرية في الخارج. أيضاً يا هشام يعني على هامش هذا المؤتمر كان في اليومين الماضيين كان في زيارات للمصريين بالخارج للعاصمة الإدارية الجديدة، وكانوا بيتفقدوا عدد كبير من المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، وكانوا يعني بيتفقدوا كنيسة المسيح ومسجد الفتاح العليم والبرج الأيقوني والحي الحكومي وعدد كبير من المشروعات. وأيضا كان في زيارة لمنطقة العاشر من رمضان بالأمس، وفي لقاء مع المستثمرين في منطقة العاشر من رمضان. هذا المؤتمر يا هشام زي ما احنا بنقول بيهدف للترويج للاستثمار العقاري المصري، ويعني زي عمل روشتة سريعة أو عمل عرض سريع لما تم إنجازه في جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة. وطبعا يا هشام زي ما احنا بنقول يعني بعد هذا المؤتمر هيكون فيه يعني طبعا مزيد من التواصل مع ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وكمان يعني بالتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر بيتم بث هذا المؤتمر على جميع المنصات وجميع الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سواء على الموقع الإلكتروني أو على منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان اي حد ما قدرش ان هو يجي ويحضر يكون ايضا في تواصل معايا بشكل مباشر. يعني ممكن يا هشام دي ابرز تفاصيل هذا المؤتمر، وبرجع لك مره ثانيه في الاستوديو. انا بشكرك.